الله سبحانه وتعالى هو التواب، هو التواب. فما المراد بهذا المعنى في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ المراد بذلك أن الله عز وجل اقتضت حكمته وعدله أن من عصاه يعاقبه على معصيته، أن من عصاه يعاقبه على معصيته عدلا واستحقاقا، وأن هذا العبد الذي عصى الله عز وجل واستحق هذه العقوبة وهذه المجازات العادلة أن الله يوفقه للتوبة ابتداء فيتوب، فإذا تاب فإن الله عز وجل يتوب عن معاقبته فيرجع عن مجازاته بتلك العقوبة التي استحقها بتلك المعصية. إذن هذا معنى التواب في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، فهو جل جلاله يترك مجازاة ذلك العبد العاصي بعد أن استحق المعاقبة لكنه تاب، فالله عز وجل يترك تلك المجازاة، يترك تلك المجازاة. إذن هذا معنى التواب.